السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني المتابعين، اهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم محمد زواق الاعلامية، قناة المتخصصة في شرح طرق العمل وربح المال عن طريق الانترنت. اذا كما رأيتم في العنوان اخواني المتابعين، درس اليوم سيكون عن موقع سباركليك. هذا الموقع الرائع الذي يمكنك من ربح بعض الدولارات على رصيدك بايبل او بيتكوين او ويستر يونيون. اذا ساريكم اثبات السحب او قبل كل شيء قبل شرح طريقة العمل وطريقة التسجيل. ساريكم اخواني المتابعين اخر اثبات السحب وصلتني من هذا الموقع. الموقع هو عبارة عن موقع للنقر على اعلانات الشركات. كما ترون هذا مبلغ 10 دولار لقد تلقيت 10 دولار من ايزي لوجيك او ليميتد. ساريكم اثبات اخر ايضا. هذا اثبات اخر من الموقع، قد تلقيت 10 دولار ايزي لوجيك او ليميتد. الآن أخواني المتابعين سنذهب مباشرة لأريكم طريقة التسجيل في الموقع وأيضا طرق العمل عليه. ندخل إلى جوجل كروم ونكتب ستاركليك. نضغط على ستاركليك أكونت. ننزل إلى الأسفل. هذه بعض القواعد التي يمكنك أن تطبقها، بعض القواعد التي تساعدك في كيفية التوصل بالدفعات الخاصة بك أو إضافة حساب مصرفي، لأن الموقع يدفع أيضا لحسابات المصرفية إذا كان لديك حساب دولي. لكن أحسن طرق الدفع للموقع هي أن تستخدم بايبل، هو يدفع للبايبل غير مفعل ابتداء من مبلغ 5 دولار. هذا هو الموقع اخوان المتابعين. نضغط على الخانة الخضراء في الاعلى، نضغط كذلك على سيجن اب. اذا كان لديك حساب في الموقع تضغط على سيجن ان، لكننا نحن نريد ان نسجل حساب سنضغط على سيجن اب. يظهر لك خيارين، يعني حساب ناشر أو حساب معلن. يعني إذا كنت تريد أن تعمل إشهار لموقعك تضغط على حساب المعلن، أما إذا كنت تريد أن تجني المال من هذا الموقع فتضغط على حساب الناشر. نحن سنختار حساب ناشر. تظهر لك هذه الواجهة، تقوم بملء هذه الخانات بمعلوماتك الشخصية. في الخانة الأولى تضع الاسم الأول، يعني الاسم الشخصي. في الخانة الثانية الاسم العائلي، يليها تاريخ الميلاد، ثم عنوان المنزل والمدينة الدولة، ثم الرمز البريدي. ومن لم يعرف رمز البريدي لمدينته ما عليه إلا الدخول إلى جوجل ويكتب كود بوستال متبوع بالمدينة التي يقطن فيها. مثلا أنا أقطن بمدينة طنجة، سأكتب كود بوستال طنجة. أنت إذا كنت تقطن بمدينة القاهرة أكتب كود بوستال كايرو. يليها رقم الهاتف، ثم يليها إذا كان لديك رقم هاتف آخر، إذا لم يكن لديك لا بأس. بعدها تقوم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الجيميل، ثم تقوم بتأكيده مرة أخرى،
ثم إدخال كلمة سر خاصة بالموقع وليس بالجيميل خاص بك. هنا تختار سؤال الحماية، هناك مجموعة من الأسئلة، يعني إذا ضاع منك الحساب تسترجعه بواسطة الجيميل أو سؤال الحماية، ثم تجيب على السؤال الذي اخترته. وفي هذه الخانة أين وجدتنا، يعني هل توجد مجموعة من الخيارات، يعني هل في فيسبوك أو بواسطة صديق. في هذه الخانة الخضراء تضيف كود الإحالة، كود الإحالة أصدقائي سأتركه لكم في صندوق الوصف، هو كود يتكون من 6 أرقام. وهنا تكتب الرمز الذي يظهر لك في الأعلى، تكتبه في تلك الخانة ثم تضغط على أؤكد وأخيرا تسجيل. إذن كانت هذه هي طريقة تسجيل إخواني المتابعين. صراحة هذا الموقع رائع، ولديه 3 طرق للربح منه: الطريقة الأولى عن طريق الإحالة، والطريقة الثانية عن طريق النقر على الإعلانات، والطريقة الثالثة على بواسطة كود يعطيه لك الموقع، تضعه في مدونتك أو موقعك وتربح من كل زيارة على شكل أدسنس. أنا لدي حساب سأقوم بالدخول إليه، هذا هو حسابي. إذن كما ترون هذا هو حسابي حاليا، لدي 43 دولار. ما تلاحظون بالنسبة لخانة PPC Ads هي خانة الإعلانات، هذه هي الإعلانات، أقوم بالنقر عليها. لا تتجاوز المدة 2 أو 3 ثواني، يعني تنقر على الإعلان بمجرد ظهور وجهة أخرى تقوم بالرجوع وتضغط على الإعلان الآخر. الإنترنت بطيء بعض الشيء، أقوم بالضغط على إعلان آخر. وهكذا حتى تقوم بالضغط عليها كلها. هذا هو كود HTML، يعطيك موقع كود HTML بعد أن تقوم بتحسين العضوية في الموقع. تأخذ هذا الكود تضعه في مدونتك أو موقعك وتربح من الزيارات، يعني تربح من الزيارات في الموقع وتربح كذلك من كود HTML في هذا الموقع. يعني عندما تضعه تربح من موقعك وتربح كذلك من هذا الموقع. إذا لم تكن تربح من موقعك، يعني الموقع أو المدونة التي تملكها لا تجلب زيارات كثيرة، يعني الموقع ليس به حساب أدسنس، فلن تربح من أدسنس ولكنك ستربح من هذا الموقع، من زيارات هذا الموقع، وذلك بواسطة الإعلانات التي يتيحها لك كود HTML. كما ترون Easy Logic UK Limited، Easy Logic UK Limited هذا هو الحساب الذي دفع لي على بايبل كما أريتكم في أول فيديو. بالنسبة لخانة التحقق بعد التسجيل في الموقع، يجب عليك أن تدخل إليها وتؤكد رقم هاتفك والإيميل. هذه الخانة هي خانة الدعم، يعني إذا واجهت مشكلة في الموقع تقوم بالدخول لخانة الدعم وتراسل الموقع. ثم يدعو، يعني
يعني تستطيع دعوة أصدقاء بواسطة الإيميل الخاص بهم، وتستفيد بعد الأرباح يعني عن إضافة كل صديق. خانة الريفيرال تعطيك بعض الروابط، تقوم بنسخ رابط من هذه الروابط وترسله إلى أصدقائك، وكل شخص يتسجل في هذا الموقع تربح من ذلك. هذه هي الخانة التي أخبرتكم بها، خانة سكود HTML. الأرباح تظهر في هذه الخانة أرباح الزيارات التي تأتيك إلى الموقع أو المدونة الخاصة بك، بعد أن تقوم بنسخ كود الـ HTML ووضعه في مدونتك. هذه الخانة خاصة بكبار الأعضاء، يعني الأعضاء الذين يربحون مبالغ كبيرة في الموقع بالترتيب. هناك بعض الأشخاص أجانب يربحون حتى $100 يوميا من هذا الموقع. فقط يجب عليك أن تعرف ما هي الطرق الصحيحة للعمل، أن تستغله بطريقة جيدة. تذكروا هذه الكلمة أخواني المتابعين، إزي لوجيك إيكا ليميتد، لكي أريكم إثبات السحب مرة أخرى، لكي ترون من هو الشخص الذي قام بالدفع لي، وهو هذا الشخص إزي لوجيك إيكا ليميتد، هي الشركة المتعاقدة مع هذا الموقع. هنا إخواني المتابعين، إذا أردت تفعيل الدفع الأوتوماتيكي يدفع لك الموقع أوتوماتيكيا بدون أن تطلب السحب، وذلك عن طريق البيتكوين أو بايبل، رصيد بايبل، يعني بدون أن تطلب السحب يقوم الموقع بالدفع لك ابتداء من $5 أو $10. ما عليك إلا تفعيل هذه الخاصية. أما إذا أردت السحب عن طريق وكالة ويسترن يونيون أو الحساب المصرفي، فأقل نسبة يمكنك سحبها هي $50. الآن سنتوجه إلى حساب البايبل لأريكم الشركة التي قامت بالدفع. ندخل إلى الحساب، عرض الأنشطة، ندخل على السحب الأخير. هذا السحب وصلني يوم 11 ماي 2021 كما ترون. إزي لوجيك ليميتد هي من قامت بالدفع. أخواني المتابعين، كانت هذه هي طريقة التسجيل والعمل في الموقع. إذا كان هناك أي استفسار مرجو تركه لي في التعليقات. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقص لك مثلا ما يحتاج لايكك على جهة اليمين الله يهينك، سبسكرايبك على جهة اليسار الله يهينك، ما يحتاج أنا قد أكررها لك.